مساك الله بالخير. مساء النور، تفضل سؤالك. سؤالي سلمك الله، لو جيت متأخر عن صلاة الميت وأقوم سلمك الله أدخل معهم، ما أدري هل هي الأولى هل هي الثانية هل ما أدري كيف أسوي يعني الصلاة على الميت؟ أي الصلاة على الميت واضح؟ تسأل عن الصلاة على الميت لو أدركتها وأنت متأخر. نعم صحيح. الصلاة على الميت من فروض الكفايات، وهي دليل تواصل ومحبة بين المسلمين، وينفع الله عز وجل الميت بدعاء الناس له. وأما الدخول فيها فأنت تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم ابدأ بالفاتحة إذا غلب على ظنك أنها التكبيرة الأولى. ولو قدر أن الإمام سلم فأنت أدعو للميت، لأن هو المقصود الأسمى من الصلاة عليه، ثم أعد التكبيرات، يعني يأتي بالتكبيرات تباعا، يعني أدعو للميت ثم قل الله أكبر الله أكبر، تقضي به التكبيرات التي فاتت من غير ذكر، ثم سلم قبل أن ترفع الجنازة. نعم.